تعتبر ولاية برج بعريج من الولايات الفلاحية بامتياز، حيث تتربع على مساحة أكثر من 240 ألف هكتار صالحة للزراعة، يستغل منها أكثر من 185 ألف هكتار فيما يخص شعبة الحبوب. فولاية برج بعريج تعتبر من الولايات الرائدة في هذه الشعبة. تم تحديد هدف هذه السنة لزراعة أكثر من 64 ألف هكتار حبوب لهذا الموسم 2022-2023. بعد نهاية حملة الحصاد والدرس لموسم 21-22 يتم مباشرة الإعداد للموسم الفلاحي 22-23. حيث تم فتح شباك الموحد على مستوى تعاون الحبوب والبقول الجافة ابتداء من تاريخ 19 جويلية 2022، قصد تخفيف الإجراءات الإدارية التي تحول دون تمكنه من الحصول على القرض، حيث يتم حضور كل من تعاون الحبوب والبقول الجافة، صندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، وكذلك بنك التنمية الفلاحية على مستوى شباك واحد يتم فيه استقبال الفلاح ووضع ملف قصد تمكينه من استفادة من قرض رفيق الموسمي الخاص بحملة الحرث والبذر والحصاد والدرس لموسم 22-23. بعد الموافقة يستفيد المستثمر الفلاحي من صك قصد الاستفادة من البذور والأسمدة عن طريق تعاون الحبوب والبقول الجاف. يتقرب المستثمر الفلاحي من تعاون حبوب البقول الجافة بالصك المسلم له، حيث يقوم بالاستفادة من البذور حسب الكمية والمساحة المحددة لذلك. ثم يتوجه إلى مخزن الأسمدة سماد العمق وسماد التغطية للاستفادة من الكمية اللازمة للمساحة المزروعة. بعد استفادة المستثمر الفلاحي من الأسمدة والبذور في المرحلة التي قام بها الفلاح بتحضير عملية الحرث وتحضير مهد التربة، يقوم بعملية الزرع في الفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى غاية 15 جانفي، وهذه مرحلة التي تمتاز بها ولاية برج بعريج في عملية الحرث والبذر. ثم يقوم بعملية تسميد سماد العمق، وهي مرحلة مهمة ومهمة جدا. ثم يقوم الفلاح بعد مدة معينة، وهي مرحلة الإنبات في 3 أوراق، بعملية تسميد التغطية سماد التغطية، وهي مرحلة مهمة ومهمة جدا خاصة في تسريع الإنبات. ثم يقوم بمرحلة التعشيب، وهي مرحلة المعالجة بالأدوية قصد القضاء على العشب الضار. في حالة ما إذا كان شاهدت مرحلة الحرث والبذر شح الأمطار، يقوم الفلاح أو المستثمر الفلاحي بعملية الري التكميلي، وهي عملية مهمة في تطبيق المسار التقني
الخاص بشعبة الحبوب، حيث يقوم الفلاح بري محصوله بفترات معينة بكمية لازمة للمساعدة في إنبات المزرعة. السلام عليكم. العباشي بشير، مستثمر فلاحي بلدية الحمادية، مكثف بذور، منتج خضروات. فيما يخص حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023 كانت انطلاقة جيدة أنا بالنسبة لي كفلاح. بالنسبة لي راح يكون أسرع موسم فلاحي من حيث البذور، كانت تسهيلة كبيرة في الشباك الموحد من ناحية الأوراق، يعني ما كانش حاجة أوراق كبيرة، تسهيلات دراسة الملفات على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية كان في خلال 3 أيام أو على أقصى حد 3 أيام، 3 أيام استلمنا الأوراق نتاعنا. البذور كانت متوفرة بالشيء اللي يحوس عليه الفلاح. أنا أقول قرض الرفيق، هذا برنامج قرض الرفيق هذا يعني كان سهل جدا لاقتناء البذور والأسمدة والأدوية. فيما يخص الإدارة نتاعنا، المرافقة التقنية في الإدارة، يعني دائما الإدارة قريبة منا، ما خصنا حتى شيء الحمد لله يا ربي، بفضل يعني تعليمات رئيس الجمهورية وسيد الوالي، وسيد الوالي هنا كانت التعليمات يعني صارمة في بداية الموسم، أنه وين داروا لنا لقاء كبير وهضروا لنا على المسار التقني وكيفية المتابعة والمراقبة والمرافقة نتاعهم. الحمد لله اليوم وفوا بالوعد نتاعهم، كاين دعم في الأسمدة، كاين دعم في البذور، كاين دعم في مختلف الشعب الفلاحية، الخضر والمياه والسقي وغيرها، من بينها استفدنا من برنامج الجيو مومبران اللي رانا استفدنا منه اليوم بفضل يعني الإدارة نتاعنا اللي راهي قريبة منا بزاف. إن شاء الله نطلب ربي يغيثنا والحمد لله يا رب العالمين. ما فيما يخص ثاني عندنا المعاهد التقنية دائما واقفين معنا، فيما يخص من طرف الإدارة دائما واقفين معنا فيما يخص المسار التقني وكيفية تتبع هذا النبات هذه وهذه المحاصيل هذه. حاصل يعني الحمد لله يا ربي، كاين دعم وكاين إدارة الحمد لله دائما واقفة معنا ما بكل صراحة. تنفيذا لسياسة رشيدة للسيد رئيس الجمهورية التي تلح على الرفع من المساحات المسقية وكذا المساحات المزروعة، قامت ولاية برج السلطات المحلية لولاية برج بعريريج بتسطير برنامج خاص بدعم المستثمرين الفلاحيين بعتاد الري المقتصد للمياه وكذلك الأحواض البلاستيكية مجمعات مائية. كذلك قامت بمشروع مهم ومهم جدا وهي توصيل الكهرباء الفلاحية لعدة مستثمرات، حيث تم لحد الآن ربط ووضع حيز الخدمة ل 170 مستثمرة فلاحية، قصد تمكين المستثمر الفلاحي من القيام بأعماله على مستوى حقله في أريحية، وكذلك تطبيق السياسة العامة الفلاحية المسار التقني بحذافره على مستوى مستثمراته. هذه راكم رانا واجدين في مستثمرة فلاحية فوكاسيون سريالير اي سبيسيالمون ميتفليكاسيون تاع لا سوموس. يعني احنا ونا بروفيتي دو لاد نتاع الدوله فور ليكتريفيكاسيون هيدروليك باش اون ايساي دو رونطابيليزي هاد لا فيليير بخصوص بليريغاسيون دافوا، خصوصا في العام هذا لا بلوفيميتري ناقصه وطولت يعني في لا بيريود سيشرس نتاعها. اون ايساي دو رونطابيليزي بار ليريغاسيون دافوا بار لي لابور لي زونغري لي ولي بيستيسيد، يعني باش يعني الشيء اللي ربما الإعانة تاع الدولة حنا ونسايدو لا رونطابيليزي باش يعني ما تكونش يعني يقول يعني ولا يقال بلي يعني الفلاحين ماهوش يتبعوا في الوسمو في الوسمو تاع في يعني لي زيفور كو الدولة راهي يعني تجيب بهم، ويعني هما ماهمش يعني يحاولوا باش يعني ثاني يرون طابيليزي وش يجي به الدولة. ولاية برج بعريريج
تعتبر من الولايات الرائدة في شعبة الدواجن، سواء دجاج اللحم أو دجاج البيض، حيث تحتوي الولاية على أكثر من 2400 وحدة لتربية الدجاج الأبيض دجاج اللحم، وأكثر من 879 وحدة لتربية الدجاج البيض. لأجل هذا شهدت الولاية طفرة في إنتاج لتوفير الأغذية لهذه الوحدات. شهدت ولاية برج بعريج طفرة في إنشاء واستثمارات قوية في وحدات صناعة أغذية الأنعام، حيث توفر كميات هائلة لهذه الوحدات قصد الاستمرارية في الدواجن وكذلك أغذية الأبقار، خاصة الأبقار الحلوب، حيث تشهد ولاية برج بعريج أكثر من 19,000 بقرة، منها حوالي 10,000 بقرة حلوب. هذه شجرة عندها 5 قرون، هذه في البرج ولاية برج بوعراريج، هذه شجرة كبيرة عندها 5 قرون، مازال مضروك راهي تمد رزق للجامع. هذه تاع الجامع، هذه الشجرة ولاية برج بعريج من الولايات الرائدة في إنتاج زيت الزيتون، حيث تم إنتاج موسم الفارق أكثر من 2 مليون لتر. تملك ولاية برج بعريج أكثر من 63 معصرة بين تقليدية وحديثة عصرية. المعصرة هذه بدات من 33 نتاع جدادنا. جدادنا خلاها الولد نسخنك الوالدينا. الوالدينا راحوا ورانا احنا. ايه. ما نعرف الا نتموا نسنا ولا ما نتموش. رانا عيانين لربي. وما نقدروش. نجيبوا الزيتون من هنا نفرغوه. الحجر هذا يتسرحى. ومن بعد يجي لهنايا نعمرو ونستفوه هنا في لابريس هذه الزيت هذاك والمورج يجي لهنا. ها ها بسم الله. هذا الزيت والمرج. ومن بعد نعمروه البتاتا هذو. من البتاتا هذو يبات هنا يحمى للنار، ومن بعد الغدوة الصباح يجي مولاه يدي رزقه. احنا في جدودنا ما نديوش الدراهم، نديو الزيت، نديو 10% 10%، اللي عنده 100 سترة نديو 10، اللي عنده 10 نديو يترا. يقوم السكان المناطق المعروفة بإنتاج زيت الزيتون بجني محصولهم بطرق رفقة عائلاتهم بطرق التقليدية أو الحديثة، والتوجه بالمنتوج إلى المعاصر القريبة من مقر سكنهم أو المعاصر المرغوب في العصر فيها. كما لاحظنا توجه بعض العائلات إلى المعاصر التقليدية والبعض الآخر إلى المعاصر الحديثة. Thank you.
تطبيقا للسياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية الخاصة بقطاع الفلاحي، وتنفيذا لأوامر وتعليمات السيد والي الولاية قصد تمكين مزارعي وفلاحي ولاية برج بعريج من كل الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المنشودة، تقوم مديرية المصالح الفلاحية بالتعاون مع كل الشركاء والغرفة الفلاحية، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تعاون الحبوب والبقول الجافة، الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، وبنك التنمية الفلاحية، بتنفيذ تطبيق هذه الأوامر على أرض الميدان قصد تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى الأمن الغذائي.